كشف وزير العمل الدكتور مفرج الحجباني خلال جلسته في مجلس الشورى عن تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 11.5%، وأن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 9 ملايين عامل، فيما تمكنت الوزارة من خلال برنامج حافز توفير ما يقارب 500,000 وظيفة للمواطنين أغلبها للنساء. ووعد الوزير بتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع آخر لحضانة الأطفال، فيما حذر من استغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي. ينضم إلينا دكتور مفرج الحجباني وزير العمل السعودي. دكتور مفرج، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. يعني خلال 3 أو 4 أعوام ما زالت معدلات البطالة تتراوح بين 11.75، اليوم نتحدث عن رقم 11.5. هو التراجع، لكنه تراجع أيضا طفيف وبطيء في نفس الوقت، مما يعني أن البطالة ما زالت متفشية ولأعوام متتالية وفي حدها الأعلى. كيف تعلق على ذلك؟ الحقيقة يعني إذا استطعنا أن نقسم البطالة إلى قسمين، يعني قسم خاص بالذكور وقسم خاص بالإناث، يمكن نجد أن بطالة الرجال حوالي 5.7 تقريبا، وهو عدد يعني صحيح ليس هو الطموح ولكن ليس على مستوى العالمي مرتفع. الارتفاع يأتي عادة في سوق العمل السعودي من ارتفاع معدل بطالة النساء اللي يبلغ حوالي 32.4، وهذا المعدل الحقيقة هو التحدي الكبير الذي كيف نستطيع من خلاله إذا أردنا أن نؤثر على معدل البطالة العام أن نزيد مشاركة عمل المرأة، وأن أيضا نؤمن فرص عمل ملائمة ومناسبة للمرأة في سوق العمل السعودي. يعني الرقم الذي تريدون الوصول إليه خلال فترة قريبة هو 11.4؟ لا 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 لا، أنا لا لا بالعكس، أنا أتمنى إن شاء الله وسنسعى، وهدفنا الأساسي أن نقلل البطالة إلى المعدل الذي يجب عليها أن يكون. يعني في سوق عمل المملكة العربية السعودية عندما يتواجد حوالي 9 مليون عامل وافد، المفترض أن لا يكون هناك معدل بطالة مرتفع. يعني هو المعدل الأفضل عالميا تقريبا هو من 2 إلى 3%، ليس كذلك؟ طبعا هو أيه. لكن احنا الان معدل بطاله الذكور 5.7، عفوا 5.5 معدل بطاله الذكور، معدل بطاله الاناث 32.3، وهو الذي يؤثر على المستوى العام لمعدل بطاله المملكه العربيه. بالتاكيد لديكم خطط ومشاريع دكتور مفرج، وعذرا لمقاطعتك، يعني بنهايه العام الجديد كم تتوقعون الوصول الى اي رقم؟ يعني طبعا احنا قدمنا يعني او نعمل على تحليل سوق العمل في ضوء المتغيرات الحاليه وفي ضوء الانكماش الاقتصادي الحالي وفي ضوء يعني عشان نشوف كم ما هو العدد المطلوب الذي يؤدي بنا الى 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 معدل بطاله لاقل من 10 مؤقتا ثم نبدا ننزل. عندنا خطة الحقيقة يعني ردي عرضت على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول هذا الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله أن تكون ضمن مشروع التحول الوطني الذي يعني يلمس المواطن بشكل سريع أثر على ميدانيا بإذن الله. في جلسة مجلس الشورى قلتم بأنكم لن تسمحوا لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي، بس أشير إلى المشاهد إلى أن المادة 77 تنص على تعويض 15 يوم عن كل سنة من الخدمات أو من الخدمة للفصل دون سبب مشروع، يعني أنه صاحب العمل يقدر يفصل الموظف السعودي بدون سبب ويعطيه 15 يوم من كل سنة حتى لا يعطيه مكافأة نهاية خدمة. صحح لي إذا كنت مخطئ دكتور مفرج. لا، أولاً المكافأة المنصوص عليها في المادة 77 15 يوم عن كل سنة خدمة ماضية لا تسقط الحق في مكافأة نهاية الخدمة المعتادة. جيد. ولذلك هذه مكافأة مستقلة عن مكافأة نهاية الخدمة، لكن أنا أبغى أقول بس أن المادة 77 لم يعني تلغي حقا كان موجود أصلا في نظام العمل السابق، هذه عدلت حديثا في نظام العمل الذي بدأت صريانة مع بداية يناير هذا العام، لكن ترى لم يكن في نظام العمل السابق نص صريح
يلزم صاحب العمل بإعادة العمل أو عدم فصله، لأن كان الإجراء أنه عند حالة الفصل يذهبون إلى التقاضي. بس كيف تضمنوا أنتم أنه لا يتطرف أصحاب هذه ويستغلوا طبعا هذا البند، خاصة أنتم قلتم بأنكم لن تسمحوا بذلك، والناس تسأل ما دامكم لم تسمحوا أو لن تسمحوا، معي الوزير اسمح لي، لماذا أصلا تم وضع هذا البند؟ هو يضر بالموظف السعودي. نعم لا لا له، بس أنا أقول لك شيء واحد، يعني إذا تسمح لي. تفضل. أن عودة العامل سابقا كانت إجراء تقديري، يعني ممكن أكون أنا مفصول وأنت مفصول ونذهب إلى الهيئة في السلطة الخلافات العمالية، أنت تعود وأنا لا أعود إلى العمل. يعني أيضا كان هناك أيضا بعض الحالات التي يكون فيها نزاع متشدد بين الطرفين، ثم يعود العامل إلى صاحب المنشأ. طيب. وتبدا حالات، يعني حالات من 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 عدم من المنازعات داخل المنشأة. الماده هذه سهلت عمليه التعاقد، لكن الوزاره تؤكد بان لديها من الاجراءات ما يحول دون استغلال مثل هذه الماده للفصل التعسفي للعمال الوطني. يعني لو احدى المنشآت فصلت المواطنين ولاحظنا ان هناك فصل، نقوم عاده بإرسال فريق من التفتيش يتأكد أن الفصل ليس تعسفيا، وإذا كان تعسفيا الوزارة لن تسمح لهذه المنشأة أن تبقى على عمالة وافدة وتستغل يعني هذه المادة لفصل السعودية. هذا الجانب. الجانب الثاني أيضا أن أدخلنا ضمن نطاقات أدخلنا متغير استقرار العامل السعودي في المنشأة، فإذا كلما كان العامل السعودي مستقر في المنشأة كلما كان نطاق المنشأة أعلى، وبالتالي ستحرص المنشأة أكثر على استقرار السعوديين أكثر من فصلها لهم. طيب دكتور مفرج، وقت هذه الفقرة انتهى، لكن تعلم بأن السعوديين ينظرون لوزارة العمل منذ سنوات يعني نظرة خاصة تختلف عن بقية الوزارات. نتمنى طبعا أن تخصصوا لنا وقتا في نشرة الرابعة، نفتح معكم ملف البطالة في المملكة وجهود أيضا الوزارة لمواجهتها خلال الأيام القادمة، نتمنى ذلك منكم. جاهزين أبدا تحت الأمر أخي خالد، وشرفنا أن نلتقي. يعني إحنا أخذنا موافقة مباشرة الآن دكتور مفرج، بغينا بس نحدد الوقت لها. وأنا تحت الأمر الله يبارك. شكرا جزيلا لك دكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي.